شكرا جاسانت، ورجعت جاسانت معجبه جدا بالجانب التكنولوجي بحياتك، كمان كانك كثير مهتم بالهاي تكنولوجي وبالذكاء الاصطناعي، ورح نشوف هيدا ببرنامجك بعد شوي. في شيء بتحب تضيفه على البورتريه اللي شفناها؟ انا اول شيء بدي اشكركم بالفعل، تفاجات الحقيقه بالفعل تفاجات، وبدي اقول للمشاهدين انا يعني اليوم عن جد متفاجئ، ماني عارف شو عم يعملوا، واكيد الفكره هي أنه بدي أجيب معي إلى عالم السياسي في لبنان يلي أنا بعرف أنه هي ما بتشبه اللبنانية الناجحين. بدنا نجيب من علمنا، وأنا بعتبره علمنا عالم الاقتصاد، عالم التكنولوجيا يلي بإيد اللبنانية بالعالم، انتبه، غير التكنولوجيا الإعلامية كلها سوا. صحيح. بس هي نوع من الاحتياط الاستراتيجي يلي هلأ لبنان بده يستعمله. إذا ما استعملناه هلأ، لبنان البلد يلي كان سباق، إن كان بالنهضة العربية، شوف وين صرنا، شوف وين صرنا. شوف وين الدول الثانية تقدمت عنا. تعرف هلأ هيك شفت اليونيسف، شفت رابور اليونيسف من ساعتين طلع، هلأ من ساعتين طلع 15% من الأهالي اللبنانية عم يطلعوا أولادهم من المدارس. صح. 15%. واليوم ضيعنا الاكسبو، اليوم ضيعنا معرض الاكسبو. مش بس هيك، شوف الدول الثانيه، شوف الخليج الان معنا ضيف من السعوديه عم نخرج من التاريخ. مشروع نيوم اللي هو هائل بالهاي تكنولوجي، هذا اللي بدنا نعمله. طيب اليوم كمان خلينا نروح شوي على بعض افكارك غير الاقتصاديه استاذ نعمت. اليوم في، بتعرف بفلسطين قصه جنين متطوره كثير، 4 مستوطنين انقتلوا، اصابه اخر قرب مستوطن بنابلس بعد مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي أسفرت عن سقوط، حتى الآن 6 شهداء وعشرات الجرحى، والبعض عم بيقول إنه الوضع عم بيصير داخل فلسطين مثل لبنان، وعمليات عم تستهدف جديا يعني الرد على الإسرائيلي بشكل جدي فعال. وفعال وقوي. طيب خليني أسألك، شو بتعني لك فلسطين وإسرائيل بالنسبة لك اليوم؟ عدو ولا دولة قابل للتطبيع معه؟ لا، هودي مش عكس بعضه، انتبه. ايه؟ عدو اليوم، اكيد عدو اليوم اسرائيل. ايه؟ ولكن بذات الوقت كمان انا بعتبر القضيه الفلسطينيه قضيه محقه وقضيه عار على الانسانيه. يعني اليوم اذا بتشوف شو عم بيصير، انه اليوم نحن عم نحكي بالتاخي الانسانيه بالعالم كله، ونشوف في شعب عم بيعيش بالقرن ال21. هلا كنا عم نحكي كيف لبنان عم يخرج. صحيح. طب هودي اولاد، عيال امام عيوننا عم نشوفهم كيف بيخلقوا، كيف عم بيموتوا، واي نوع حياه واي مستوى حياه عم يخلقوا. بس اذا بنحكي ديموغرافيا شو عم بيكون فيه بالمناطق الفلسطينيه بقلب الاراضي المحتله، قديش الضغط اللي عم بيكون وفرص العمل كل مستوى الحياه. فاذا لا، انا بعتبر هذا شيء عار علينا، وما بعرف ليه هذا الزمن اللي جاي هلا مع التطور اللي عم بيصير بالشرق كله يمكن يوصلنا على شيء بيشبه، بنرجع على نقطة إذا فايقين على مؤتمر بيروت سنة 2002. اوكي، القمة العربية. القمة العربية يعني وصرخت السلام من بيروت بالشروط وبالنفس ذاته. بس شو كان الرد عليها؟ لأنه اللي أطلقها هو الأمير عبد الله بالتعاون مع الدول العربية، كان الرد عليها أريال شارون بلحظتها قال لا تساوي الحبر الذي كتبت فيه. نعم. قلت مسألة مهمة جدا. لازم يوم من الأيام، ايه؟ لازم يوم من الأيام. اوكي. نشوف البحبوحة يلي بدها تصير بالشرق كله، الشعب الفلسطيني يعيش فيها ويحس فيها مثل كل المنطقة. طيب. ما بيصير يكون قلت هيك. قلت أمرا مهما جدا استاذ نعمت، ما بعرف إذا سمعته صح ولا لا، قلت إسرائيل عدو الآن، يعني برأيك نعم. بالمستقبل شو؟ أنا بتأمل أنه يوم من الأيام السلام بشروط الشرق كله سوا تكون شيء جديد، ويكون القضية الفلسطينية في دولتين. يعني أنا بعتبر القضية الفلسطينية إذا ما انحلت بعدل ما معقول حدا يكون مرتاح في الشرق. أوكي. شو شروطك للتطبيع مع إسرائيل؟ ليك، أنا أول شيء بعتبر أنه يلي عم بيصير اليوم في المنطقة بخلي يقول أنه لبنان كبلد لوحده ما بياخذ قرارات من هذا النوع. اوكي، لازم يكون ضمن المنظومه العربيه. اكيد. طيب.
طيب وهذا الشيء سؤالين صار عمليا أوكي. عابر للحدود اللبنانية. سؤالين سريعين بعد قبل ما نفوت على المشروع الاقتصادي ونستكمل بوضع المعارضة بلبنان معكم مع الأستاذ يوسف. بس ما بدي أحكي عن فلسطين أنا. بلى. هل مستعد للذهاب إلى سوريا والاتفاق مع الرئيس الأسد؟ أنا؟ إيه. أكيد أنا بعتبر أنه أول شيء سوريا جارة. أوكي. وأنا مؤمن أنه الجغرافيا قدر أستاذ سامي. أوكي. يعني هيدي قدرنا، هيدا قدرنا وقعنا. ولكن أكيد رسميا بروح كممثل لدولة اسمها لبنان وبكون في شغل بالعمق على كيف الجيران بيخلقوا قيمة مضافة لبعضهم. لأنه مبارح الأستاذ جبران باسيل قال جملة لافتة جدا أنه الرئيس الأسد أهم حليف للمشرقية المسيحية. بتوافقوا على هالتوصيف؟ بدك تشوف أنا إذا الرئيس بشار الأسد بحب هذا التوصيف. مني أكيد بحبه. لا بحبه لأنه قال لهم إياه. طيب شو بتعني أنا لإلي أنا لإلي الرئيس الأسد مدعو مدعو إنه يكون هلا الدخول في في زمن جاي يا أخي. لا بس بحب هلا اللي عم يسمعوني هلا اللي عم يسمعوني لازم نتفق كلنا سوا. في عنا زمن جاي مع اللي طلقته المملكة العربية السعودية والتفق والاتفاق الإيراني السعودي واللي عم يدخل دخل هذه المنطقة أو نيته يدخل صحيح بعد ما نجح يدخل صحيح صحيح نيته يدخل هالمنطقة أوكي. إلى القرن 21 أوكي. إذا هذه المنطقة إذا ما نجحت هالعملية نحن حنكون خارج التاريخ والزمن صحيح. في هذه المنطقة التدمير اللي عم بيصير اليوم بأوروبا الشرقية هيك رسم لي صورة جديد. تعرفوا بالتسعينات المنطقة الأوروبا الشرقية كان كل الازدهار اجى عليها وكانوا كلنا نحن كرجال أعمال نشوف كيف بدنا نعمل انفستمنت ونخلق بنك الاي بي ار دي صحيحين الاي بي ار دي هو بنك للتطوير هالبلدان هاو بولونيا واستونيا وكلها ولاتفيا وكل هالبلدان واوكرانيا. اليوم مع المشاكل اللي عم تصير هونيك يمكن يكون الشرق مكان ازدهار كتير كبير. ما بدي اقول انه يعني دمارهم هو او نهضتنا على دمارهم لا، بس الزمن وتوزيع الاولويات في التوظيف الاقتصادي المالي انا شايف اذا نحن بنكون في هذا الشرق واعيين كفايه ان كان انطلاقا من النهضه اللي منطلقه هلا جديده. انا بعتبرها نهضه جديده. عم تحكي الشرق، عم نحكي الصين، عم نحكي لا انا عم بحكي الشرق، لا الشرق الاوسط، الشرق الاوسط اول شيء، الشرق الاوسط عم بحكي الشرق الاوسط.